بحضور عدد من الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة، احتفل مركز سيدة السلام التابع لمطرانية اللاتين في عمان باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقيم هذا العام بعنوان تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم. إلى التفاصيل. احتفل مركز سيدة السلام التابع لمطرانية اللاتين في عمان باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقيم هذا العام بعنوان تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم. وحضر الاحتفال النائب العام لراهبات الوردية الأم إنيس اليعقوب ومدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب وسام منصور ورئيس اللجنة المركزية السيد سهم مدانات وعدد من الكهنة والراهبات وشخصيات عامة وممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات والمدارس الداعمة وطلبة المركز وذووهم. وقال مدير عام المركز الأب شوقي بطريان إنه يتعين علينا الوقوف إلى جانب هذه الفئة وندعمها، وأن نرى وجه الله في كل واحد منهم، وأن يشعروا بالمحبة، وأن يتم خدمتهم بحرفية ليتمكنوا من متابعة حياتهم بكل كرامة، وهذه مسؤولية نحاسب عليها. وأضاف: وقمنا بمبادرة مشغل صابون، فأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العقبة يقومون بتصنيع هذا الصابون ومحاولة عرض هذا الصابون في السوق الأردني. بهذه الطريقة الطفل يشعر بأنه جزء من المجتمع ويشارك المجتمع وينتج في المجتمع ويعمل في المجتمع. أنا متأكد من أن صوتنا سوف يسمع من خلال أيضاً من خلالكم، أنتم سفراؤنا في كل مكان، ومن خلال وسائل الإعلام وخاصة المركز الكاثوليكي ونور سات، والذين نشكرهم دائما على العمل الدؤوب الذين يقومون به. وشدد مدير مركز سيدة السلام على ضرورة دمج هؤلاء الأطفال ضمن مجتمعهم نظرا لعدم توافر البنية التحتية اللازمة في الكثير من المدارس وارتفاع كلفة التدريس. هلا زي ما بتعرفوا الثالث من شهر كانون الأول هو بصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، هو يوم أممي اتفقت عليه الأمم المتحدة بأنه يكون يوم احتفالي للتركيز على قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، كيفية الاهتمام فيهم وطرح مسائل وطرح أمور بتخص حياتهم اليومية بحيث تكون هدف لعملنا إن شاء الله للسنة القادمة. هيئة احتفال مركز سيدة السلام للتركيز على مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم واحترامهم من مبدأ حقوقي وليس مبدأ شفقة. بهذا اليوم عملنا منركز دائما على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، عشان هيك للسنة الرابعة على التوالي بنعمل نشاط منركز فيه على طلاب المدارس من غير ذوي الإعاقة ليكتبوا قصة أو رسمة حول مفهوم الشخص ذوي الإعاقة من أجل تهيئتهم وتشجيعهم لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة أو تصحيح المفاهيم الأحيان بتكون خاطئة حول الطلاب ذوي الإعاقة. فمن خلال هذا اليوم احنا منركز على الأشخاص ذوي الإعاقة، كيفية التعامل معهم، التركيز على إظهار إمكانياتهم وقدراتهم وتشجيع المجتمع المحلي على تقبلهم وإعطائهم فرصة لإثبات هاي المقدرات وإثبات هاي القدرات عندهم. من جهتها أعربت الأم إنيس اليعقوب عن سعادتها للمشاركة باحتفال مركز سيدة السلام بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك لإيماننا بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع، داعية كافة مؤسسات المجتمع إلى احترام وتفعيل حقوق أي مواطن مهما كان، لافتة إلى أن الأردن قد أخذ هذه الرسالة الإنسانية السامية على محمل الجد، وبخاصة الجهود التي تنفذها البطريركية اللاتينية عبر مركز سيدة السلام، وهي المؤسسة التي انطلقت من مفهوم الله محبة ويحب الجميع ويهتم بأبنائه. ومن الملاحظ في كل عام يتخذ العالم شعاراً
ليكون حافزاً للممارسة. والشعار هذا العام هو تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقيادتهم، واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030، والتي تتعهد بعدم ترك أي شخص خلف الركب باعتبار الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المنصفة والمستدامة. نؤمن كلنا أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع، وعلى كافة مؤسسات المجتمع احترام وتفعيل حقوق أي مواطن مهما كان، وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. والحمد لله أننا في الأردن بدأنا نأخذ هذا المجال على محمل الجد، وبخاصة مع الجهود التي تبذلها البطريركية اللاتينية في مركز سيدة السلام. هذه المؤسسة التي انطلقت من مفهوم أن الله محبة ويحب الجميع ويهتم بأبنائه، انطلقت لتعيش رسالتها خاصة مع فئة مميزة من المجتمع، لتقديم كل أنواع الدعم والرعاية والاهتمام، بحيث توفر للأشخاص والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بيئة آمنة ليتمكنوا من النمو والتطور في عالم يليق بهم. دعونا في هذا اليوم كلنا نتلمس حاجاتهم ونؤمن بهم، كونهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ولا ننسى بل نؤكد على دمجهم مع أقرانهم من الأطفال الآخرين لكسر حاجز الخوف والرهبة بين الأطراف، وإعطائهم حقهم الكامل في الحياة. وكل عام وأنتم بخير. وتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات الفنية من أداء طلاب مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام، وعرضاً لفيديوهات تناولت قصص نجاح عدد من الأطفال. وفي الختام تم تسليم جوائز مركز سيدة السلام للتميز عن فئة طلاب المدارس، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي حول مفهوم الإعاقة واحترام الاختلافات الموجودة بين البشر من خلال عمل مسابقات رسم وكتابة قصص. كما قدم الأب بطريان الدروع والهدايا الرمزية على عدد من مدراء المدارس، تقديراً لدور طلبتهم في زيادة الوعي والاندماج في المجتمع.